احنا كده بنتمشى مع بعض في شوارع العجم الداخلية، احنا كده في اخر شارع فضة. انت كده برضه حبيت ان احنا نتمشى مع بعض شوية وتشوفوا، عملنا جولات كتير في شارع فضة، بس كان في اول برضه اوريك الشارع كده في اخره. بصوا حتى في اخر الشارع كله حركة، ازاي شارع كله حركة وكله خدمات. بص من اوله لاخره، يعني اول الشارع طبعا اللي هو من عند طريق اسكندرية مطروح، شارع ما نعرفش ندخله او نمشي فيه. بصوا اخر الشارع كمان في الاخر خالص، يعني ده اخر الشارع بنبقى عارفين حتى اي شارع بيبقى اوله الحركة كتير وفي اخر الشارع بتبقى الحركة اقل. لا هنا الشارع من اوله لاخره كله حركة، اخره كمان ظهري كده هيبقى مجمع المدارس. ممكن انا بدخل برضو من بعد مجمع المدارس، على عند مجمع المدارس بدخل على نادي الساحة، يعني نادي الساحة قريب جدا من هنا. بص الشارع برضو كده يعتبر برضو احنا كده في الاواخر، لان لسه الشارع طويل واوله زي ما قلت لكم طريق اسكندريه مطروح. بحب اجيب تفاصيل شوارعنا في العجمي عشان الناس اللي كانت بتقول ان العجمي منطقه نائيه، لا انا بوريكم كده بطريقه عمليه الشوارع عامله هنا ازاي. العجم ما بقتش منطقه نائيه، بالعكس حتى دلوقتي اللي عايز يفتح اي مشروع او محلات تجاريه وكده يبقى جاي في العجم. بصوا انا ساكته بخليكم ان انتوا تشوفوا معايا الشارع الحركه فيه قد ايه. طبعا كل ما بنطلع بره بيعتبر كده بنطلع على اول الشارع، كل ما هتبقى الحركه اكتر والزحمه هتبقى اكتر. عشان كده لو فصلت معاكم الفيديو في اي وقت اعرفوا اني من الزحمه ما عرفتش ان انا اصور. يبقى الفيديو لو اتفصل في اي وقت اعرفوا اني من الزحمه ما عرفتش ان انا اصور. كده بنقرب برضو من على اول الشارع. كده قربنا على اول الشارع من بره. اسعار الشقق هنا عاليه زي ما شايفين الشارع، بصوا ازاي كل حركه. واسعار الشارع هنا عاليه، بتبقى من فوق ال 600 لو في الرئيسي اللي احنا فيه ده، كده في شوارع جانبيه بتبقى اقل طبعا. كمان زي ما قلت لكم حسب موقع الشقه ومساحتها. عايزه اقول لكم اني عايزه اطلع من الزحمه باي طريقه. قربت كده على اول الشارع وصيدليه فضه، وفوش مني هيبقى على طول طريق ام صغير والبوابه 8 طريق ام صغير. وادي كده اول الشارع، طلعنا اخيرا على اول الشارع. ادي كده اول الشارع، بصوا زحمة برضو ازاي.
في الوش كده على طول هيبقى طريق، ومش صغير والبوابه 8، لكن لو مشي كده تمشي كده اهدى. يبقى انا كده نازله على البطاش، ونازله كمان على هايبر العجم ستار في الاول. المرور في وش هيبقى هايبر العجم ستار، لكن العكس يبقى انا كده رايحه على الهانوفي. لو مشيت عكس كده زي ما انا مديه ظهري كده، يبقى انا نازله على الهانوفي كده، نازله على البطاش. اعذروني بالكلام طبعا من المشي، لاني انا بصور وانا ماشيه، غير كمان من الزحمه ومن العربيات، ببقى برضو اخد بالي من العربيات. الجنب اللي في الوش ده بيبقى الجنب القبلي، حابة ان انا اعمل لكم جولة فيه ان شاء الله، لان اتطلبت مني، ويعتبر الاماكن الوحيدة اللي مصورتهاش في العجمي اللي هو الجنب القبلي. يعني كان معظم اللي كان بيتطلب شوارع في الجنب البحري، بس برضو جنب القبلي اعتبر صورت فيه شارع نتاليا ومحمصة ام النور في الدرايس. دي الشوارع اللي صورتها في الجنب القبلي. ده كده الجنب القبلي، شوارع البوابة الجنب القبلي اللي هي في الوش دي. بعديها بتبقى الدرايسة، وبعدها على نفس الصف بيبقى مساكن طلعت مصطفى، وبعديها بيبقى مساكن الصينية. ده الجنب القبلي. تاني كده اهو، دي كده الجنب القبلي اللي هو شوارع البوابة، بوابة 8 دي اسمها شوارع البوابة 8. بعديها هيبقى زي ما قلت لكم الدرايسة. الدرايسة بتبقى شاملة من قبل خير الله كده في الوش اللي هو الناحية التانية دي، لغاية كده قبل النموذجية. دي كلها الدرايسة اللي هو الجنب القبلي. بعدها بيبقى على طول في وش النموذجية شارع الرفاعي اللي بننزل منه على مساكن طلعت مصطفى، وبعد مساكن طلعت مصطفى بيبقى سوق الهانوفيل ومساكن الصينية. ده كده جنب القبلي. كده زي ما قلت لكم على نفس الصف اللي انا فيه هيبقى الغايدة هايبر العجم ستار، وفي وشه كده على طول مرور العجمي. اتمنى الجولات اللي بعملها تبقى مفيدة بالنسبة لكم، سواء للي طالب الجولات او اللي بيتفرج على الجولة. واتمنى طبعا دعمكم، واتمنى تشجيعكم ليا عشان نستمر. ادي كده زي ما قلت لكم المرور في وشي على طول. تسيبكم في حفظ الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.